لأن الورد لا يجرح قتلت الورد، لأن الهمس لا يفضح سأعجن كل أسراري بلحم الرعد. كلمات ظاهرها الهدوء وباطنها مرجل نار يغلي على العدو. ففي الحالة الفلسطينية لا مهادنة ولا همس، بل إعلاء لكلمة الصدق والحق. الفلسطيني الذي شيب القهر والتهجير قلبه فصاغ الحكاية، أحمد دحبور ابن حيفا، هو الطفل المهجر بعمر عامين بنكبة شردته وأسرته إلى مخيمات اللجوء في لبنان ثم إلى سوريا. يقول: عندما بدأت أكتب فتحت عيوني على النكبة وفتحت النار عليها. ولدت في نيسان عام 1946، وفي عيد ميلادي الثاني لم يشعل لي أهلي شمعتين، بل حملوني وهاجروا من حيفا إلى الشتات. نشأ بين الخيام وأنياب الفقر، فعجن بشعره الحزن والمأساة، وتدفق شعراً ثورياً مقاوماً بنبرة عالية وغنائية جارحة، ملبياً دعوات الكتابة بالدم الفلسطيني، ومؤمناً بأن الكلمة كالرصاصة ليفض حالة الشعر المتباكي إثر هزيمة 67، واعياً لأبعاد المؤامرة على القضية الفلسطينية، وكأنه يقول: هذا أوان الشد فاشتدي. هو الولد الفلسطيني الذي يقول شعراً ويقاتل، وقد تجرع دموعاً لم يجففها طحين وكالة الغوث، فأراد أن تتغير صورة الضحية وتتمرد وتشهر جرحها وتقاتل بكل ما تملك من وسائل. هو الرجل الفلسطيني الذي أراد أن تعلن المخيمات انفجارها: سنرفع جرحنا وطناً ونسكنه، سنلغم دمعنا بالصبر بالبارود نشحنه، لسنا نرهب التاريخ لكننا نكونه، جياع نحن، طاب الفتح إن الجوع يفتنه، جياع نحن، ماذا يخسر الفقراء؟ نعم، ماذا يخسر الفقراء؟ سؤال جوهري يقود إلى إجابة واحدة: لن نخسر أكثر مما خسرنا، فلتكن ثورة. هو العربي الفلسطيني الذي صاح: أنا العربي الفلسطيني، أقول وقد بدلت لساني العاري بلحم الرعد، ألا لا يجهلن أحد علينا بعد. حرقنا منذ هل الضوء ثوب المهدي، وألقمنا وحوش الغاب مما تنبت الصحراء رجالا لحمهم مر. هو الذي قرر أن الكفة إذا يبست تلاطم المخرز ولن تعجز. هو المشرد الشاعر الثائر المقاوم، صاغ ميثاق القضية شعرا والتحق بالثورة فعلا، فكان رجل الحرف والتأثير، احتل القلوب والمناصب حتى مات بعمر 70 تاركا وصيته: أقول لكم، رأيت النوق في وادي الغضا تذبح، رأيت الفارس العربي يسأل كسرة من خبز حطين ولا ينجح، فكيف بربكم أصفح؟ حلفت بنومة الشهداء بالجرح المشعشع فيا، لن أصفح. ونحن يا أحمد الفلسطيني لن نصفح. وهل غزة التي عجنت ترابها بدم أبنائها وتشكلت من لحمهم تصفح؟